في حق فقط بعض التساؤلات. التساؤل الأول هو ليس موجها لأي شبيبة حزبية ولكن الجمع. أولا، ما معنى العزوف في السير الرئاسي؟ كنت كلمة عليه، ما معنى؟ ما هو التعريف ديالي؟ لأن أي واحد يكون مجالس في دارة رأى مهتم بالسياسة. السياسة راكلها هنا في كل شيء. كان يقولنا واحد أستاذ أن السياسة كان حتى من تجربة قريبة، كان السياسة. ثانيا، بغي نتكلم هو على صناعة العزوف السياسي. كيف يتم هذا صناعة العزوف السياسي داخل الأحزاب وخارجها؟ ثالثا، كان تشومسكي يتكلم إحدى مقالاته حول انحدار العالم. نحن الآن للأسف الشديد لنا انحدار العالم في انحدار الديمقراطية. وشكرا.